رسالة مني لحضراتكم جاي أعرضها، وموضوعاتها راح أكتبها وأحددها، بس انتوا برضو تأنسونا وتتابعونا، ده وجودكم ينور برامجنا وحيسعدنا. موالي ليكوا وموضوع النهاردة جديد، ولما راح يتسمع منكم راح أبقى سعيد، لأن هدفي وكلامي وياكوا بالتحديد عن اللي بشوفه بعيني من البعض في التسميد. ما البعض منا تملي في السماد بيشط، وكل يوم للنبات بيروح يحط أزوت، ويكون سعيد بالنبات لما لفوق بيفط، ويبقى بعد كده مرتع لآفة تحط، كتر السماد الأزوت للنبات بيضر، لو حتى شكل النبات أخضر ولونه يصر، واوعى تقول في السماد حتوصى بيه وانا حر، ده اللي يشيل قربة مخرومة فوق دماغه تخور. أصل السماد قسموه في البحوث درجات، وغير الأزوت فيه بوتاس وفيه فوسفات، والكل صنف التزم باللي جه في التوصيات، يشتد زرعك وراح تسلم من الإصابات. أصل النبات مش جماد لكنه كائن حي، بيضر كتر السماد والعكعكة في الري، وورقه الأخضر يموت لو حجبت عنه الضي. اسمع بقى الموال واعرف هدفنا يا خي، ده أنا هدفي تزرع وتقلع وتبيع لكل الناس، من البطاطا إلى الفلفل إلى القلقاس، ويكون رغيف العيش بإيدك وإيد الفاس. من أجل أمن الوطن ده احنا عليه حراس، وفي الختام مليون سلام لولاد بلدنا وخلاني، ولقائي بيكو حيتجدد أكيد أكيد في ميعاد تاني.